ليها دور كبير في المحافظة على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، والمحافظة كمان على تراثنا وثقافتنا. هي صحيح الأفلام اللي بتتقدم دلوقتي بقت تكاوي سريعة الربح، بس ده موجود في كل دول العالم. آه، وموقف حضرتك إيه كرئيس لجهاز السينما من الأفلام دي؟ أنا ضدها طبعاً، بس ده ما يمنعش إن في أزمة في الإنتاج السينمائي في مصر، وأنا بفضل علاقاتي قدرت أقنع مجموعة من المنتجين الأجانب إنهم يستثمروا فلوسهم في صناعة السينما. آه، تمويل من بره يعني. تفتكر المنتج اللي هيجي ينتج في مصر أو يشارك في الإنتاج هيكون مصلحته إيه؟ إنه يقدم فن وفي نفس الوقت بيزنس، أو يكون هدفه نشر أفكار شاذة. أنا عمري ما هسمح بأي فيلم إنه يشوه أو يسيء لمصر. غريبة، مع إنك كنت بتنتج الأفلام دي بره مصر. الكلام ده ما حصلش، أنا شركتي على مدار تاريخها بتقدم فن محترم، أنا ليا تاريخ في الإنتاج السينمائي وسمعتي معروفة لكل الناس. سنة 2000 بالتحديد شركتك مش كانت مساهمة مع شركة فرنسوية اسمها سي بلو لإنتاج فيلم مصري، والرقابة منعته قبل التصوير؟ مش الميسيو برضه هو اللي كان بيمولك؟ الميسيو؟ أنا مش فاهم أنت تقصد إيه. أفلام إياه اللي كنت بتعملوها بره. أنا ما أعرفش أنت بتتكلم عن إيه. أنا آسف مش هقدر أكمل كلامي معاك، عندي حاجات أهم بكتير من التخريف اللي أنت بتقوله ده. أيوه منى، أنت ليه ما جيتيش النهاردة المدرسة؟ معلش بقى صحيت متأخر، أصلاً صاحية مخنوقة مش طايقة أقعد في البيت. طب إيه رأيك بقى نخرج النهاردة سوا مع بعض؟ بليز يا عصام، بس انا اصلا مامي مش هتوافق. الفيل دلوقتي هكلمك بالليل عشان في المدرسه. اوكي باي. انت ما بتردش عليا ليه؟ وطي صوتك، احنا هنا في مدرسه محترمه وانا مدرس محترم. يلا شوفي انت بتعملي ايه. والله ماشي ماشي. ده ايه الجيل ده؟ الراجل ده مهتم جدا بالاعمال الخيريه ومنحاز جدا للمواطن الغلبان، علشان كده انا شايفه من اهم مرشحي الرئاسه، وعايز الفترة الجاية كلنا نهتم بيه ونكتب عنه كتير في الجورنال. وهلال، عايز هلال يكتب عنه كم مقال عن أهم إنجازاته ومشاريعه. لا لا لا، ما أعتقدش إن هلال ممكن يوافق إنه يمدح حد أو يجامله عشان بينشر عندنا إعلانات عن شركاته. هلال ده حد كده عنيد قوي، ده صاحبي وأنا عارفه كويس. هلال ده شغال عندي في الجورنال بتاعي، يعني لازم ينفذ كل اللي احنا بنطلبه منه. الراجل ده بيساندنا ولازم كلنا نقف وراه. ماشي مفيش مشكله، انا ممكن اخلي صحفيين تانيين يكتبوا عنه. انا قلت هلال يعني هلال، حاول تقنعه بطريقتك. انتوا مش صحاب ولا ايه؟ ما عشان احنا اصحاب انا مستحيل اطلب منه حاجه زي دي. انا مش قادر افهم يا سامح بيه، انت ليه مصر على هلال بالذات؟ هلال في ناس كتير بتحبه وبتقرا له، علشان كده لازم نستغل ده في مصلحتنا كويس قوي. خد بالك يا دراس، كرسيك ده في كفة واللي أنا طالبه منك في كفة تانية خالص. هلال مش سهل، مش هيوافق. اسمع كلامي. خلاص كويس قوي، يبقى هتضطر تنزل أنت المقال عن المرشح الرئاسي بتاعنا وتكتب تحتيه هلال كامل. انا لا يمكن اعمل حاجه زي دي، انا كده ممكن اخسر هلال. تخسر هلال ولا تخسر الكرسي بتاعك اللي قعدت طول عمرك علشان توصل له بتحفه. انا هستنى منك المقال يا دراز، وهصرف لك مكافاه 50,000 جنيه. واوعدك لو المرشح الرئاسي بتاعنا كسب، انا هعرف اقنعه ان انت تبقى المستشار الاعلامي بتاعه، وساعتها تبقى في مكانه تانيه خالص. هستنى منك المقال. الراجل ده جاب المعلومات دي منين؟ ده موضوع مات من سنين، وايه الدليل اللي معلم ممكن يثبت كلامه؟ هلال كامل ده مش سهل، انا سالت عنه وعرفت انه صحفي عنيد وبيهاجم في اي حد، يعني لو فعلا معاه دليل مش هيسكت علينا. انت مالك متوتر كده ليه؟ الله، جرايه يا دنيا، ما احنا دافنينه سوا، وبعدين انت عارفه منصبي حساس قد ايه، ولو تعرف حاجه زي دي هقعد في بيتنا. انت مكبر الموضوع قوي على فكره، كل انسان في الدنيا دي وليه نقطه ضعف.
خلينا نعرف هلال ده سكته ايه الاول، وبعد كده سهل التعامل معاه. اه ما انت مش فارق معاك سمعتك، كل الناس عارفة انك مع الحرية والتحرر، ولو اسمك جه في الموضوع مش هتتأذي. الخطر الكبير عليا انا والمسيو، لما يتقال ان مشاركوا في حاجة زي دي الناس مش هتسكت، والمسيو كمان لو هلال قدر يوصل له انت عارفة ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي وهيأثر على موقفه ازاي. اسم المسيو ده اختفى من سنين ومحدش يعرفه غيرنا، يعني استحالة يوصل له. يا دنيا ده عارف كل اللي عملناه وكأنه كان معانا بالظبط، ووصل لنا انا وانت، يعني وصوله للمسيو مجرد وقت مش اكتر. خلاص يبقى بلغ المسيو وهو هيتصرف معايا. ايوه زيزو، انت فين كل ده؟ انت اللي فين يا هيلو؟ انا لسه واصل البيت اهو. اسمع، انا عايزك تخش على النت تدور لي على نص مسرحي اسمه انتحار غير معلن. انتحار غير ايه؟ غير معلن، تدور عليه وتطبعه لي. هتعرف ولا اجي انا بقى اشتغل معاك؟ لا لا ما تقلقش، انا لو اي حاجه وقفت قدامي هكلمك تفهمني. طب ماشي. الو، ازيك يا استاذ هلال؟ انت فين؟ اهلا يا استاذ سميع، خير؟ في حاجه؟ انا عاوز اقابلك ضروري، شغل مهم ومحتاجك فيه. نتقابل بكره في الجورنال؟ لا لا لا، الافضل يكون دلوقتي. قول لي انت فين مكانك وهبعت عربيه تاخدك من المكان اللي انت فيه. استاذ هلال، شهاب باشا محتاجك معاه في الحمله الانتخابيه بتاعته. محتاجني فيك؟ أنا مجرد صحفي في جريدة معارضة. ما تقللش من نفسك يا أستاذ هلال، أنت قامة صحفية كبيرة، وجودك معانا هيكون إضافة عظيمة لينا. أنت هتكون مسؤول إعلامي للحملة. متهيألي في ناس أكفأ مني ممكن يقوموا بالدور ده. بلاش تواضع يا أستاذ هلال، على فكرة أنا متابع جيد لمقالاتك ولحملاتك الصحفية ضد الفساد، وعارف إنك معارض للنظام الحالي. أنا مش معارض للنظام، أنا معارض لأي غلط بيعمله أي نظام، سواء نظام سابق أو حالي أو مستقبلا حتى. جرايا يا أستاذ هلال، هو إحنا مش عاجبينك ولا إيه؟ أنت صحفي كبير وعارف أسرار المطبخ السياسي كويس قوي، وأكيد عندك دراية بالأخطاء اللي وقع فيها الحكومة دلوقتي. وليكن، الأخطاء دي أدي إحنا بنتعلم منها وهي مرحلة وبتعدي. أفهم من كده إنك رافض لفكرة ترشحي؟ أنا لسه معرفتكش كويس، ولازم تعرف ان انا لو وافقت على العرض بتاعك ده وشفت فيك اي حاجه غلط هكون اول واحد بنشرها وبكتب عنها. موافق جدا، وهو ده المطلوب. انا عايز اصارح الناس بكل حاجه عني، العيب قبل الميزه، وعشان كده اخترتك انت بالذات. انا برنامجي الانتخابي اتعمل بعد ما عملنا دراسات كتير قوي لنماذج ناجحه في دول تانية، واهم حاجه بتميزه الشفافيه. طب انا محتاج وقت افكر فيه، حاجة زي دي مش سهل إن الواحد ياخد فيها قرار بسرعة. طب مش تسمع باقي العرض الأول؟ أنت هتكون واحد من القائمين على الحملة بتاعتي، ومن دلوقتي لغاية ميعاد الانتخابات مرتبك هيكون 20,000 دولار في الشهر، كويس؟ 20,000 دولار؟ آه، مش شايف إن المبلغ ده كتير شوية؟ ده تقديري للناس اللي بتشتغل معايا؟ عموماً الفلوس مش هي اللي هتخليني أقبل أو أرفض. هنزله.
ازيك يا استاذ هلال؟ ربي كنت عايز ادردش معاك في موضوع صغير كده، يعني عايزين منك خدمه صغيره. خدمه مني انا؟ امر. سميح البجوري، مش فاهم. يعني كنا عايزين كده تجمع لنا عنه شويه معلومات كده يعني. وعايزين معلومات عنه ليه؟ انت عارف ان هو يعني في شويه قلق كده حواليه، تمويلات من بره، وغير ان هو بيدعم حمله المرشح الرئاسي. وانتوا مش عايزين بقى المرشح ده ينجح؟ لا 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 يا استاذ هلال، احنا مش شغلتنا ان احنا نحدد مين اللي ينجح ومين اللي يسقط. احنا بس عايزين نتاكد اذا كان تاريخه نضيف ولا لا، اذا كان يؤتمن على الشعب ولا لا، بس. طيب انا وعدك اي معلومات حاضر اجمعها عنه هقولها لك اول باول. اشكرك. تذكرت في كل ارقام تليفوناتي، اول ما توصل لحاجه انا هنتظر تليفون من حضرتك. استاذن انا. اتفضل. روبي. ايوه زيزو، طبعت النص اللي قلت لك عليه؟ اهو. طب كويس كويس. بقول لك ايه؟ انا عايز معلومات عن شهاب حامد المرشح الرئاسي. عايز اعرف راي الناس فيه قبل ما اكتب عنه. ماشي، بس كده الحساب هيتقل. ها؟ ماشي.